اهلا وسهلا فيكم في صالون تيرس بتان. طبعا احنا اليوم الحمد لله رب العالمين افتتحنا مركز لرعاية البشرة في صالون تائر، طبعا قسم خاص الطابق الثاني. طبعا في صالون تائر الميزة يعني في جميع تقنيات البشرة. طبعا ونشكر مدير شركة دكتور يلايف اخونا علاء الغاوي، ونشكر طاقم دكتور يلايف من الاخوة والاخوات ما قصروا طبعا معانا، الذي أجهدوا الكثير من الساعات والمجهود معانا لوقفتهم معانا للأمام إن شاء الله. احنا اليوم افتتحنا قسم خاص للعناية في البشرة، قسم خاص بعتني بقدم خدمة للعريس، برنامج خاص كامل متكامل من تجهيز العريس، من حمام، من حلاقة، طبعا تنظيف بشرة، علاج مشاكل في البشرة لجميع المراحل في أعمار الشباب، وبنفس الوقت بتقنية الميزو بين تقنية التشخيص في مجال البشرة، تقنية التقشير، تقنية علاج الحبوب الشباب، المسامات الواسعة. هذا الاشي ان شاء الله راح يكون كتير يخدم المجتمع في مدينة طول كرم، كتير راح نقدم يعني خدمة كبيرة عن طريق اخونا ثائر صاحب الصالون وصاحب المركز، واهلا وسهلا فيك.